الصلاة، رأي العلماء في من يصلي أحيانا وينقطع أحيانا أخرى. نحن نعلم أن الصلاة هي من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الدين، فلذا على كل مسلم ومسلمة تقوى الله في كل شيء، بما في ذلك المحافظة على الصلاة وحسن إقامتها. يقول الحق تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. سورة البقرة الآية 43. ويقول كذلك: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. البقرة الآية 238. ويقول كذلك: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. سورة النور الآية 56. فالصلاة كما قلنا هي أهم عمل إيماني بعد الشهادتين، وحفظها من حفظ الدين، ومن أضاعها فهو لما سواها أضيع. فبالتالي من يقوم بها أحيانا ويتركها أحيانا أخرى فهو كافر حتى إن لم يجحد بوجوبها، وذلك بالاستناد على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم التي أوردناها في الأجزاء الفارطة من هذه السلسلة المتواضعة عن الصلاة. وكذلك على هذا الحديث الخطير الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وهذا الحديث دليل آخر على أن تارك الصلاة قد أتى جريمة عظيمة، وأنه كافر، حتى أنه سيحشر يوم القيامة مع صناديد الكفر وزعماء الكفرة. إذن على كل مسلم ومسلمة الإخلاص التام في الصلاة من طهارة وقيام وتوقيت وطمأنينة وخشوع حتى تكون إقامتها كما يرضاه الله. وعليه كذلك الحذر، كل الحذر، من التهاون بها والتكاسل فيها والاستهتار بها حتى لا يكون مع زمرة المنافقين ويتصف بصفاتهم وأخلاقهم الدنيئة: كفر، نفاق، خداع، ريب وشك وما إلى ذلك. ألم يقل فيهم المولى عز وجل في سورة النساء بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الآية 142. ويقول كذلك: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. الآية 145. فاعتبروا يا أولي الأبصار، واتقوا الله يا عباد الله حق تقاته، وانصاعوا لأوامره وأوامر رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ومنها الأمر بإقامة الصلاة على أحسن وجهها، فإن أضعتم صلاتكم فأنتم لما سواها أضيع،
وبالمنافقين وبصناديد الكفر وزعمائه أنتم أشبه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دائما وأبدا أولا وآخرا إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.